وبالرغم من ذلك إلا أننا قد قصرنا كثيرا في تربية هؤلاء. هؤلاء عندهم لما بتطلع على المواقع بتاعتهم يا أخي خطة إبليسية، خدوها بالتدريج، خدوها من ألف به، علموهم ألف به غلط. فإذا كنت أنت متعلم ألف به غلط هتقرأ إزاي؟ هتقرأ غلط. طب هتفهم من اللي أنت قريته إيه؟ غلط. وهكذا. فالقضية ضلال بعيد، ولكن كل ذلك يمكن أن يفك إن إحنا نوريهم الأبجدية الصحيحة فيقروا بها. النبي عليه السلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعملوا إيه بقى؟ ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو انحراف، زي ما قلت لك دلوقتي إن الغلو انحراف عن الإسلام، والغلو انحراف عن المسيحية، والغلو انحراف عن البوذية، والغلو انحراف عن كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. واخد بالك إزاي؟ يصدوا ينفون عنه تأويل الغالين، تحريف الغالين، وانتحال المبطلين. في ناس كذابة بتجمل من مخها، وتأويل الجاهلين. في ناس ما تعرفش تفسر لأنه ما معاش الأدوات فبتفسر وبتفسر غلط. الهيئة المثلثة دي، تحريف الغالين، انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين، هي السبب لما نتركها. مظبوط. لما نتركها هي السبب في كل تشدد. بالفعل بالفعل.